أسعد الله صباحكم مشاهدي قناة التغيير أينما كنتم. برنامج بلا عنوان وحلقة جديدة وعنوان جديد. اليوم احنا في مدينة الصدر سوق الداخل، يعني هذا آخر سوق الداخل. يعني هذه المدينة الحقيقة اللي تتميز بشبابها، بوجود الكادحين، بوجود الفقراء. هذه المدينة اللي هي تعتبر دائما أول المضحين وآخر من يحصل على حقوقه. مدينة الصدر هي المدينة اللي تضم يعني ملايين النسمات، يعني بعض الإحصاءات تتحدث عن ربما 3 ملايين نسمة في هذه المدينة. الوضع الاقتصادي معروف أنهم يعني ناس قادحين فقراء يعيشون بقوت يومهم، لذلك يعني هذه المدينة بها الكثير ربما من الهموم، الكثير من نقص الخدمات. الجميع هنا ناس تشتغل على باب الله يوم بيوم، ناس عايشة على رزقها اليومي. لذلك حبينا اليوم نكون بين أهالي مدينة الصدر وخصوصا يعني سوق الداخل. السلام عليكم. السلام. شلون الشباب؟ احنا هسه بسوق الداخل مدينة الصدر. احكي لنا، هذا السوق يعني قديم شلون؟ السوق هذا قديم بالنسبة خدمات ما بيه، ثانيا الوضع تعبان. اي الوضع منين ما كان تعبان، الوضع قاعدة تقل الشغلة. فوالله احنا نشكر اذا عندكم موقرة تصور معاناتنا، معاناة مدينة الصدر. هذا تشوف انا كان السوق هذا الشغله تعبانه، هسه لو متوفر اشغال وهاي ما تبقى هيك، تصير تطوير بيها. فهسه ماكو اي تطوير، اي شغلات ماكو يعني من الدوله. انا قاعد الاحظ هم انا موضوع النظافه، موضوع النظافه. شوف عندك نظافه تعبانه، الشغله كلها خدمات كلها تعبانه، كلها التطوير ماكو يعني، ودعم ماكو. الشغله الدوله تعبانه شويه بيها. ما مساعدات يعني، وانا اشتغل سوق مال كي. أيه. لا غير. شلون الشغل هالايام شايفه يعني؟ الشغل حركتنا تعبانه مو كلش يعني. ايه منطقه شعبيه بالعكس، الناس تطلع وتطول وتتحرك. تطلع شعبيه بس حركتها مو مثل قبل. احنا نشكرك. شلونك عمي؟ واشكر قناتك الموقره اللي جت تنذر معاناة الوضع. احنا وياكم دائما. السلام عليكم. انا اسولف باسم المعامل الحسينيه. نعم. ما في خدمات. انا هناك ساكن، ما عندنا خدمات. معامل حسينيه ما بيها خدمات، وكم ما طلع مية مسؤول كبير. اسوي لكم تبليط وصل لكم مجاري، ما سووني. بلي طوح حي النصر ومعامل حسينيه ما حد وصل لي. يعني تبليط ما اي واحد طلع مظاهرات ونحن تاذينا، احنا اتصلنا في فكره حي النصر. احنا هاي المعامل الحسينيه، انا اشد قناتك المغاره على المعامل الحسينيه يوصل صوتنا. شنو اللي يعني شنو النقوصات مثلا؟ ما بيها خدمات، لا مجاري ولا تبليط. ومي بين يوم ويوم. وبالصيف يجي بس بالليل المي مالنا. مي مالنا يجي بس بالليل. كهرباء يعني مو ذيك كهرباء. فترة شوي يمكن احسن. يعني شوي احسن، بس انا اقول لك ما بيها خدمات. لا تبليط ولا مجاري، المعامل الحسينيه هم طلعوا مظاهرات، هم اعتصموا المعامل الحسينيه. ما بيطروها ولا اجانا اي واحد يوصل للمعامل الحسينيه. زين خلال هذه السنوات كلها، هي المنطقه يمكن مو قديمه كلش. هي مو قديمه كلش. زين يعني بالخمسينات. لا المعامل. اي معامل الخمسينات. ولليوم هي تعبانه. بدون لحد الان. وكم ما طلع ميامها، وكم مسؤول احنا انتخبناه، ما نجيب اساميهم، بس يعني احنا هم مبينين هم طلعوا من المعامل الحسينيه. ما سووا لنا اي شيء، اي حل ما سووا، والمعامل الحسينيه طلعت مظاهرات. اي بلا طوح حي النصر، المعامل الحسينيه ما حيوصل لها. اي مسؤول، اي واحد كذاب ما حيوصل لها. ولا قناه واصلت لها، واي مطره صغيره ينفيض. مجاري ما بيها. يعني اول مطره؟ اول مطره تفيض، اول مطره. نعم. معامل حسينيه ناشد بيها. اتصل رسالتي لكم. ان شاء الله يعني معامل حسينيه. هذه معامل حسينيه. ايوه. تعاني من سوء خدمات. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. صحتك الامور تمام؟ والله الحمد لله. ربي يحفظك. شلون اشوف الوضع تعبان بالعراق كله، جميع العراق الوضع تعبان. ليش؟ لان الشعب يحكمونه. برجوازية دينية معممين، سرقة مال الشعب. إذا سقطت مثل أيام زمان محاكم التفتيش في أوروبا، لما تولوا المحاكم التفتيش الحركات الدينية، الشعب عاش الأمرين. لما سوى الشعب ثورة ضد المحاكم التفتيش، الشعب الله بدأ ثورة صناعية. الشعب العراقي راد ثورة ضد المعممين البرجوازية. أنا ما شايف متدين برجواز عنده حمايات سيارات. انا ما شايف بيت الله له حمايه، يعني بيت الله له حمايه في الشعب. مصيبه هاي، مصيبه. وثانيا الاموال وين راحت الاموال؟
الأموال العراقية اللي من سقط صدام حسين اللعين لليوم، الأموال أين ذهبت؟ شو السياسي يقول احنا ما أموال ماكو، رواتب ماكو، زين وين راحت الأموال؟ هي هاي المصيبة، الشعب لازم يسأل نفسه أين ذهبت الأموال؟ وين راحت الأموال؟ هاي مشكلة يمكن اليوم الناس اللي إذا تتعرض إلى هاي الظروف الاقتصادية صعبة يعني. ماكو اقتصادية صعبة، أموال له هسه لو فرض البرلمانيين ما أعطيهم راتب. يعني هم سرقة أموال العراق عند البرلمان. الشعب العراق شعب تعبان خطير، منذ الأزل تعبان. احنا نشكرك عمو، شكرا لك. هو كلام كثير، كلام كثير فعلا، كلام كثير والواقع. قناة تغيير. شكرا لك. نشكر نجم الربيع بالذات، هذا من المتابعين نجم الربيع من المعجبين به. شكرا لك. الرجل يحكم عده وطنيه، عده انسانيه، والله. شكرا لك. احنا الجيش السابق راتبنا 500 الف، كل واحد خدمه 25 سنه و 30 سنه. طلعنا كل شيء ماكو والله، 500 الف شو تكفي؟ ايش قد خدمتك بالجيش؟ انا 35 سنه. 500 الف ما التقاعد يعني؟ اي التقاعد من الثمانينات التسعينات نهاية للسقوط احنا 500 الف طلعنا تقاعد، كل شيء ماكو. لا قطعة أرض، لا عقار، لا شيء. منك ما حصلنا وهسه هم ما حصل. زين هسه الجيش هذا الحالي لا ياخذ مليون وربع بالعافية عليهم. يعني هم تعبنا. يعني والله العظيم للسكر وللضغط والشغلات هاي كلها. ما تكفي 500 ما تكفي. زين؟ اللي عنده عائلة ما تكفي فعلا. تكفي يعني أهلك بيه سكر وضغط وأنت بيك سكر وضغط، يعني شو تكفي؟ قال دكتورة تروح لها 175 ألف ما يقبل 200 ألف. زين فدير بالهم على المتقاعدين. إن شاء الله إن شاء الله يوصل صوتك إن شاء الله أكو من يسمعنا. مشكور. طبعا نكون مستمرين في بلا عنوان. عنواننا اليوم هو مدينة الصدر وتحديدا يعني سوق الداخل. هذا السوق هو اللي الحقيقة يعني إذا نشوف به الواقع ربما صعب. السلام عليكم. شلون الشباب؟ مية العيوني. الأمور زينة؟ والله الأمور مثل إيش يعني علمت أنت تريد تسألني عن الاقتصادي. أنت الوضع الاقتصادي الناس شلون؟ الوضع الاقتصادي مو زين حالياً. لأن العالم قاعد تشكي هسه من الرواتب، الوضع حالياً مهدد. قاعد أنت يشيلون هسه كعالم فتح بساطية قاعد يجون يشيلونه. أنت وفر شيء للشباب، وفر شيء للشعب. خلي العالم شوي تستقر أنت والنوب بيكروا شيء المتجاوزين. اذا انت ما مطيهم شيء ما موفر لهم شيء وانت تشيلهم انت راح تسويهم ارهاب تسويهم خارجين عن القانون لان هذا راح يضطر كل شيء يسوي الولد الله بعد ما شكرا لك. شكرا لك يعني هذه هي معاناه المواطنين هنا لذلك احنا دائما يعني نحاول نسلط الضوء على معاناه الناس على كل ما السلام عليكم شلون اشغالك احكي لي شلون اوضاعكم احكي لك احكي لك الوساخه لحد الراس ماكو نظافه يعني المن نعاتب هنا احنا نعاتب احنا نعاتب الحكومه اي ونعاتب المواطنين هم ما اقول لك بس الحكومه بس الحكومه الرئيس هو ليش شنو لان ماكو سيارات اللي هسه تترعى المواطنين مثل كان صدام حسين نعم ها احنا صدام حسين اكو شغلات راضين عليه واكو شغلات ما راضين عليه به عرفت شلون؟ كان السيارات تفتر على المواطنين هسه المواطنين يجون يذبون على الشارع هسه هاي الوباء عندنا واحنا غرقانين بالزبايل كرم السامع ايش تعاتب؟ زين بالنسبه للوضع المعيشي يعني الرواتب والله شباب وقاعده وهسه جاي تطلع مظاهرات على مود يعينونهم انا هسه عندي ثلاثه واحد هسه شهيد علي البحر طلع على مود تعيين على مود استقرار مثل ما يقول الشاب يريد يستقر يريد يشوف حياته ما يقدر فالحكومه زيدت الفساد للشباب سوتها هرج ومرج لان ما نظرت للشباب شباب المستقبل اللي هي تبني الوطن بالعكس هم هدموا الوطن لان ما دام حطموا الشاب هدموا الوطن شكرا حكومة خوش حكومة شكرا لك شكرا لك شكرا لله السلام عليكم ورحمة الله اي احنا قاعدين هنا بهاي الفرقة الحزبية وضعنا كلش تعبان شغل ماكو عمل ماكو رواتب ماكو يعني واحد وين يروح يشتكي وين يطول يعني انا ابي عن شاي ومي اذا ابي عن شاي ومي اعيش عويلي
اذا ما ادي بيع ما عيش اويلي. لا تروح للرعايه يقول لك باكر تعال، تروح باكر يقول لك نسدد. بهالحاله شو نسوي؟ احنا هنا قاعدين بهاي الفرقه الحزبيه، لو تجي وشو العالم اللي بيها ظروفنا كلش تعبانه. لا كهرباء، لا مي، لا فشي، وكلش يعني تعبانين. يعني بهالحاله واحد وين يروح يشتكي وين يروح؟ زين انت ايش قد عندك اطفال؟ 3 وليدات. وشلون عايشين؟ شلون؟ والله كذب عليك يعني ابيعن اكل، ما ابيعن الله موجود. هيك يوم بيوم. يوم بيوم يعني وقود، يعني مثل ما تقول شغل وقود يومي. وقود يومي. اي اشتغل اكل الحمد لله والشكر. ما اكون نحمد الله ونشكره. الحمد لله. الله يحفظهم. الله يخليك بعد روحك. شكرا. السلام عليكم. شلونك؟ والله عندي مناشد. تفضلي. والله ناجد المالكي عليك بحق الزهره تقابلني. عندي مناشد يعني ضيعوا مستقبل ابني. ابني عايد 3 سنين على مود المعدل. والله العظيم يشهد الله ورسوله ابني يعني جاب المعدل قال يمه 100 واحنا يشهد الله 100 جايب ومطينا 92 ظلموه مع علم عندنا درس الانجليزي هسه امتحنه يشهد الله جايب 100 احلفه بالزهره بضلع الزهره يقابلني اريد من عده حق ابني طلعه الورقه ما توعي تصريحه والله جايب كله 100 يعني ظالمينه بالرياضيات 84 وهو والله يشهد الله 100 ان شاء الله يوصل صوتك. شكرا لك. يعني يعني اذا هذه هي معاناة هذا 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 الشعب. يعني تتحدث الام هنا عن ابنها انه المفروض يكون مطلع 100 معدل لكن هو 92. الحقيقه يعني هذه المدينه ايضا ما تخلو من الكفاءات. يعني الشباب اللي بيها هنالك يعني عندهم تميز في عده جوانب. يعني معروفه هاي المدينه بموضوع الادب والشعر والفن. يعني دائما هي تخرج اجيال من الفنانين ويعني الادباء والكتاب والشعراء. لذلك هذا الموضوع يعني مو غريب. هذه المدينه هي دائما يعني فيها حتى من الناس الحرفيين دائما يعني المعروفين من ناحيه يعني الخياطين والحلاقين. فهذه المدينه يعني بها يعني بها تاريخ عريق في هذا الموضوع. دائما المتميزين يخرجون يعني من رحم الفقر. لذلك يعني مستمرين احنا في هذا السوق. السلام عليكم. شلونك عمو؟ شلون الصحه؟ شلونكم؟ احوالك؟ شلون صحتكم؟ شلون الامور وياك؟ احنا مع احتراماتي لكم واهلا وسهلا. مين ما جاي؟ ربي يحفظك. احنا دائما نسولف ما جاي يوصل صوتنا بصوره صحيحه، ولا وصل هم ماكو تاثير من ذول الناس. ذول الناس كانما الله سبحانه وتعالى يعني طبع الله على قلوبهم، ظلوا ما يسمعون. هسه هذا بلدنا العراق يعني تقريبا عن رسول الله عن الائمه المعصومين يقولون بلد الخيرات وبلد جاي عاني معاناه. هسه المترفهين بهذا البلد تقريبا المسؤولين واولادهم واقاربهم، اما هاي الطبقه المعدومه جاي يشوف وبعد الى اسوء. هسه يمكن اليوم سيء باكر اسوء. يعني ماكو تحسن. هو ذول العالم الطبقه السياسيه ولا كانما يعني عايشين بغير بلد. احنا نقول ان شاء الله خير وان شاء الله يوصل الصوت. الامل بالله مو بذولي. ونعم بالله. لا لا الامل بالله. هذول ما ما عندنا عمل يوم. الامل بالله. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا. شكرا. هذا سوق الداخل. الحقيقه هو سوق عامر يعني بنشوف كل شيء فيه. البضاعه موجوده بشكل مرتب وموجوده اصلا يعني حتى بكميات كبيره. السوق عامر صراحه. السلام عليكم. شلون الصحه؟ احوالك؟ تفضل اغاتي. شلون السوق وياك؟ والله الحمد لله ماشي. ماشي الامور؟ انت من اهل المنطقه ساكن قريب؟ احنا نعم من المنطقه. نعم اي من المنطقه. الخدمات شلون؟ والله الخدمات تعبانه بالنسبه هنا. شوف الاوضاع تعبانه. مفتحين بالشارع لا مسوينا مثلا اسواق مركزيه ونعيش بيها. هاي ضالين هنا بالشارع مفتحين. لاكو تعيين وتتجه اليه وتعوف الشارع. عايشين يوم اليوم ها؟ قوت يومي كسبه. اي هي وضعيتنا هاي من زمان من احنا صغار واليوم اكل ان شاء الله. الرزق سفره رب العالمين ممدوده ان شاء الله. ان شاء الله. سوق الداخل يعني الحقيقه يمكن كل ما يتقدم الوقت كل ما تزيد اعداد الناس اللي تتواجد هنا بالسوق. السلام عليكم. شلونكم خاله؟ شلون الصحه؟ سولفينا خاله. شلون امورك؟ انا من اسولف لك اموري داكه وكل شيء معكم. قاعدين وصابطين على موت الله والقاع. كل شيء معكم. لا فلوس ولا رواتب ولا شيء. كل شيء ما عندنا. والشغل زين ماشي الامور لو شغل؟ لا والله ما تعبان. هسه هذا اني اضرب به اللي شوفوا
عن نص كيلو نص كيلو بالضبط. اللقط تلقط شلون البسطية وتلقط لها ياخذ لها شكليتات ياخذ لها حامص حلوات احنا عم نفسها ونعم الله على اللي يجينا ويشبعنا وناوي يشرد من عندنا هذول العراقيين ان شاء الله الله يفتحها الله يفتحها علينا. يقول بنيان العام احسن من بنيان السنة يعني ذكر شي ماخذ صفر بيد حصان. هذه ظروف الناس يعني الحقيقة المعاناة موجودة دائما نلقيها بوجوه نسواننا الكبار وجوه آبائنا يعني نشوف احنا الحقيقة معاناة وحرقة دائما يشكون من سوء خدمات يشكون من دائما يعني صعوبة العيش وشظف العيش يشكون دائما من انه هذا الوضع الاقتصادي اللي الحقيقة مدى يقدرون يتجاوزوه ومستمر دائما يعني سنة ورا سنة بنفس الوضع يعني ماكو اي تغيير لذلك اكو صعوبه في الحياه خصوصا في هاي المناطق الشعبيه اللي تكون بها يعني زخم سكاني كبير اللي يكون بها يعني عدد الشباب كبير واكثرهم عاطلين عن العمل لذلك يعني الايرادات اللي تدخل لبيوتهم ايرادات ضعيفه فتلقيهم يعني دائما هم يشتغلون على قد حالهم يعني يمشون امورهم يوم بيوم لحد ما تكون يعني تمشي الامور وياهم. راح نبقى في هذا السوق ونحاول نحكي ويا ابو سمت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلون الامور؟ والله بطبيعة حالنا. هاي سمشاتك هسه عايشه شنو؟ لا عايشات. ليش برا؟ برا نحن يشوفون المنظر للعالم. زين. علي. شلون السوق مال سمت؟ والله تعبان كلش. نازله الاسعار مالك. تعبان يدي لو ماكو رواتب ماكو. والله هذاك نايم علي نوع العالم حصر عليه الالف. هو ليش رخص السمك؟ يعرف ليش ماكو؟ هاي اثبرتنا شيلها شيلها لا احنا العالم هسه من تقبض يصير علينا سحب يصير علينا يعني حركه قويه بس هسه من ماكو ضالين حالنا حال المي مسيشين ان شاء الله خير. شكرا احنا كل ما ندخل بالسوق اكثر السلام عليكم شلونكم؟ كل ما ندخل بالسوق اكثر يمكن الزخم يزيد الناس هنا يعني الاعداد اعداد الناس يعني تزيد في هذا السوق كل ما يتاخر الوقت كل ما ندخل الى داخل السوق اكثر دائما نشوف يعني الحالة الضعيفة اللي نشوف المواطن يجي ياخذ على قد حاله يعني ياخذ كيلو او اقل من كيلو من اي شيء بس حتى يمشي يومه فهذه الحقيقة هي هذه المعاناة اللي يعيشها هذا الشعب هذا الوضع هو هنا بسوق الداخل يعني الحقيقة نفايات يعني مياه آسنة المكان يحتاج فعلا إلى التفات من الجهات أمانة بغداد والمهتمة بهذه القطاعات يعني موضوع التنظيف في هذه المنطقة الحقيقة فعلا السوق هنا حاليا يعني نفايات كثيرة منتشرة بالسوق يحتاج إلى دائما الإدامة وإلى التنظيف المستمر يعني هي الحقيقة مسؤولية يعني تشاركية بين المواطن وحتى الجهات جهات أمانة بغداد أو اللي تشتغل بموضوع التنظيف الأماكن تحديدا السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلونك بعد؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. السوق ده نشوف يعني دائما وسخ وتكرمون ومياه آسنة. موضوع التنظيف. أستاذ العزيز احنا مليانة تعبنا وناشدنا هواي بس سوولنا صورة حل الشارع يعني أذى العالم أذى العالم وبصورة عامة. تروح المن تشتكي احنا المدير عام لا سوى المجلس البلدي لا محافظ بس احنا عتبنا علي ما عتبنا على نواب سائرون. أنت من أهل المدينة المفروض تجي تطلع. شوف المأساة مال الشارع شوف العالم شلون قاعده شلون هنا تأذينا بمعنى كلمه يعني نرجو من قناتكم المفروض بس تشوفوا لنا صوره حل لان تأذينا حيل موضوع الخدمات البلديه اللي هنا يعني هسه انت كامرتكيه نعم كلامك وكان وخليها الشاهد وشوف بحيث ما نعرف يعني انه هي هاي مسؤوليه امانه بغداد مسؤوليه انه هي مسؤوليه البلد اللي هنا هي مسؤوليه القطاعات اللي مسؤوله عن التنظيف هنا يعني اكو اهمال واضح هي مسؤوليه الكل احنا نرجع لمن مجلس محافظة مسؤول وما ننسى مسؤولية المواطن أيضا يعني مسؤولية يعني المواطن بصراحة أنت وفر لي بكان عذب لك بين النفايات افتح لي شارع حاويات موضوع الحاويات ماكو يا أخويا أنت افتح لي شارع اليوم أنت لا شارع مسدود لا بكان ماكو أدب بين نفايات وين يعذب هذا
اكو سيارات تفتر حتى للنفايات تقول يذبيها ماكو. يا اخي صورنا صوره حل، صوره حل. تعالوا ترى هي المدينه احنا اعتمدنا، ليش نعتمد على النواب؟ لان كم نائب يطلع من نار؟ تعرف كم نائب يطلع؟ بالعشر نواب من نار او بالخمس نواب نقول او بسته. يا اخي وينهم؟ يعني انا اعتب عليهم وينهم؟ انتم حسن الكعب ومو بيتكم بالارفلي؟ اطلع على هذا الشارع واطلع على الارفلي وشوف شنو دورك؟ احنا ليش من نعتبر نريد نكون خدمات يا اخويا، احنا نريد تعيينات ولا بس سوينا خدمات. وعدا هاي مثلا موضوع الكهرباء الماي والله اخويا شنو هاي هسه طبينا بالشتاء يوم اكو ماي وكلام الله بعد يومين ثلاثه ما اكو ماي. شنو رايك؟ نفس المأساة كفيلك الحسين وخاصة مدينة الصدر تعاني ما تعاني. هي دائما يعني على مر العصور ومعاناة ماكو. يا اخويا انت اليوم لا تريد تحسب مدينة الصدر ترى هي شو اقول لك ثلاث ارباع بغداد هي ترى المدينة هي ترى تعدادها ترى مو شوية. نعم. يعني احسب الاطراف مال المدينة وياها بالخمس ملايين او ست ملايين اسألك تعداد بهم شنو الخدمات؟ طب ترى مأساة هسه بس اخذك هيك والله تجي على حالك تظل على هاي المأساة والظلم. انت هسه لكون كامرتك تطلع شوف هذا شارع رئيسي من طول لطول شفناه فعلا هو يعني هاي مأساتك مو مأساة يا اخويا ملينا وبركة الله من قناتكم توصلون صوتنا للمسؤولين بس يجون يطلعون هذا بس هم لو عندهم غيره بس يجون يتمشون ما عندهم غيره بعدين ناشد ما هذا دوما ان شاء الله بس نوصل اصوات الناس وهو هذا يعني برنامجنا بلا عنوان حتى انتم اللي تخلون العنوان ومناطقنا اللي تخلي العنوان فان شاء الله يوصل الصوت ان شاء الله انتم العنوان وبكاننا وكاميرتكم هي الخير والبركه وهي بعد تشوفون. شكرا لك جزاك الله الخير. شكرا لك شكرا لك. يعني هذه المعاناة من موضوع الخدمات هي اللوجو اللي هنا او الـ 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 العنوان الابرز موضوع الخدمات المفقوده في هذه المناطق يعانون الناس. السلام عليكم. السلام. شلون الامور؟ والله زين الحمد لله. ماشيه ماشيه. تشتغل انت تبيع تمر؟ ابيع تمر بس تمر. مواسم هذا مو شغله؟ هذا بس موسم. اي يعني بس هاي منه هيك بدا الموسم مالته الشتاء بس بالشتاء بس بالصيف لا بس الشارع هو هنا الشارع اثر على العالم وهاي يعني سدوا الشارع سدوا يعني هسه ذاك اليوم صار حريق ما قدر بالاطفاء يدخل للمنطقه منين من خلال الشارع وهاي اذا مريض مثلا من القطاع هاي ما يقدر يوصل ما يقدر يوصل اللي جاي ابو الاسعار ما يقدر يجي ابو الاطفاء ما يقدر يجي الشارع اثر على العالم لان هذا سوق هسه السوق هسه شوفه فارغ والشارع يعني هذا شارع خدمي العالم تمشي به سيارات تمشي به فمو خلوا يعني قاموا من باع ب 17 البيت قام من باع بالاقساط من ورا بالاقساط قام يعني من ورا يعني هذا قصدك دا ينباع المناطق مال شنابر وهيش؟ الشنابر ينباع بشده بشده ونص بشدتين على الشارع على الشارع العام اللي هو هذا شارع عام هم مو خلوا الشنابر مسدود هو مسدوه من عريبه لحد الان من لحد الداخل ماكو يعني الدوله اجت وقالت يابا هذا يجون يومين ثلاثة ايام وبعدين تنهي الوضعيه فاحنا نريد يعني مثلا من خلالكم من خلال قناتكم الموقره انه سوينا حل انه شنو ينفتح الشارع؟ ينفتح الشارع العالم في الخيل العالم الناس هنا يقول لك عندها يعني ارزاق الناس ممكن انت مو هذا ارزاق هي العالم هنا مكاناته نعم. هي هاي مكانات مالت من؟ يعني هو اللي يعزل من الشارع قبل يروح له؟ لا لا هذا مكانه هو كل من مكانه ليش قام ينباع بالشارع؟ لو يتأجر 300 لو ينباع بشده بشده ونص شتين يعني هذا شارع يعني بشرفك شارع ينباع زين اجت الدوله ذاك اليوم اجوا ثلاث ايام اربع ايام سووا حمله وبعدين يعني انتم تناشدون انه ينفتح الشارع ينفتح الشارع حتى العالم يعني زين هسه بشرفك هاي البيوت هاي البيوت انعدمت يعني من وراء اللي بار السوق وبهذا القطاع اللي انت هاي ولا الوسخون يذبونها يذبونها من على الشارع زين الشارع اللي جنانه واحد يشتري ما يقدر لا يقدر يشتري ولا يقدر هو المشكله انه هو تجاوز بالنهايه تجاوز على تجاوز يعني اكو حل مثلا غير الدوله اكو حل له يعني ليش بعد صدام ماكو العالم تتجاوز غير اكو حل يعني انت هسه بشرفك هسه هذا شارع عام شارع عام مال العالم زين ذاك سايد الصبح لو جاي ازدحام زين هذا السايد مزود وين يروح ابو التكاتك ابو الكيات وين يروح يصير هيك والله ما تقدر ساعه ساعه ونص قلت لك صار حريق هنا ما قدر يدخل بالاسعاف قال معي ابو الرطبايه قال منين ادخل يعني منين يدخل اذا الشارع مزود يعني منين يدخل
هذا شارع وخلي العالم ان شاء الله صوتكم يوصل من خلال قناه التغيير ويعني من خلالنا هو دوركم اعلام الصوت. اي اعلام كل الصوت اعلام اصوات الناس وبالنهايه ان نشخص الحالات السلبيه ونوجه انه يعني الجهات المسؤوله واصحاب القرار ان يحطون فد حلول يعني زين الامانه شغل الامانه شغل مجلس البلدي شغل مجلس البلدي لا الامانه يجون هنا يصورون ثلاث ساعات صوروا لهم عزلوا صوروا وراحوا من راحوا انتهت الشغله رجعوا يعني شنو الفائده يعني انت هذا شارع عام القطاع هذا ما ينباع بيه والله بالاقساط قامت تنباع البيوت هذا القطاع قام ينباع يعني بالاقساط اكو بيت بالاقساط صار بالمدينه بالاقساط من خلال هذا الشارع اللي مزود هو. شكرا لك اغاثي انا وسينا شكرا يعني المعاناة والهموم كثيرة وبنفس الوقت يعني حاولوا شكرا لك شكرا ممنونين شكرا مستمرين في سوق الداخل في هذا اليوم وبرنامج بلا عنوان نطلع على يعني هموم الناس ونطلع على مشاكلهم يمكن ينطونا حل يمكن يقدمون شكوى يسمعها صاحب قرار ويتحرك الوضع الاقتصادي الوضع الخدمي في مدينة الصدر الحقيقة هو وضع يرثى له الوضع جدا تعبان الناس عايشة يومها الخدمات يعني الخدمات أيضا نلاحظ أنه جدا سيئة ما يعني ماكو أي تغيير أو أي تطور في حياتهم شلون خالة شلون الصحة ليش حتى الراتب قطعوه ايوه عندك راتب مال ليش اي مال رعايه وقطعوه ما نطلب مال 3 اشهر طانا مال شهر 97 المن نطيب احنا بالاجار والسحب وبالمول اللي يريد وكله يريد ولا تعيينات ولا شغل ولا رواتب حصه ماكو ايوه شنو موضوع الحصه صدق ما 6 اشهر قاطعين ما ادري والله حتى الاوراق ما مستلمينها بس اوراق النفط اي والله انت هناش تشتغلين حجي والله ما عندي مكان هالمكان فارغ وفتحت بيه هاي صينيه مال مبرده حوض وين ماكو مكان اقعد بيه ماكو حتى مكان ما عندي هو انت شو تبيعين هاي شت تشوفن حنا وبخور تشاكين هنا ذني عايشين ما يعيشن واحنا عائله شنو الفائده حكينا وطلعنا وسوينا ماكو نتيجه ندوخر واحنا صح لو لا احنا يعني نتوجه بصوتنا نقول على وعسى يسمعنا احد ما يسمع قلبه رحمه على هاي الناس ها احكي ويا الحايل شكرا لك هلا بيك بعد قلب اهلا وسهلا يعني الشكوى السلام عليكم الشكوى لله والله هي تشوف العالم هي كل ناس تعبانه هاي وكلها ما عاده هي هسه العالم هاي عايشه على الرواتب الرواتب ماكو مقطوعه مو صحيح فهاي هسه شوف السوق كله تعبان هو اي ما يصير لك شغل ولا يصير لك عمل اذا ماكو رواتب وهذا شنو اللي موفرته بس انا هسه دا اشوف انه اكو حركه صارت حركه بالسوق لا وين الحركه الله كبيلك هيك جزئيه خلى طماطيات يعني بالايام العاديه اكثر ها لا ما انا اقول لك اذا اكو رواتب وهذا يصير شغل وتصير حركه وتصير هاي وكلها تبيع وكلها تشتغل بس اذا ماكو راتب رحمه على اهلك مين يشتغل منين يشتري هو حصر عليه الكيل والطماطه اي شوف ما شاء الله شوارع هي ما المدينه خص المدينه والله المدينه تعبانه حيل تعبانه يعني احنا نتامل يعني هو هسه ميك تشربه انت تشتري هسه مشترى اي بالضبط يعني نتامل هاي المدينه اللي بيها اللي خرجت يعني اسماء كبيره اللي خرجت دكاتره ما شاء الله الفنانين وكل الرياضيين من المدينه بالضبط اي والله ودحت يعني ليش مهمله تعبانه مهمله فدنا وفي الله كفيلك هسه اكو عندنا بيوت هنا بحي طارق وبالدسيم وغيره يعني حش السامع اكواخ مال كلاب وقاعد بها العالم ليش هاي اللي قدمها الشهداء وضحت وكل من المدينه هي المدينه الاولى دائما ايه؟ بتقديم التضحيات يعني ايه؟ فعلا يعني تحاكي وقال لك مدينه الصدر هي مدينه الصدر ناس هل كانت تعبان الله كيف لك تشوفه بشر هسه يمشي بس هيكل يمشي ناس تعبانه منتهيه وهسه انه بحصر عليها المي شرب تشتري مشترى يعني اكو ناس والله ما اريد نحكيها هي ولا اريد نحكيها ولا اريد يعني تحصر على الايام السابقه ذيك ليش لا يعني الوضع والله فعلا نشوف انه يعني الناس تعبت حكومه وجيبه ودي احنا نشكرك عمو ألف شكرا لك ها شو تبيع حلالين ليش هاي الحلالين بربع الوحده ايه؟ هنا تفتر بالسوق يوميا ايش قد تطلع ايش كم علاقه تبيع سته ايه؟ باليوم ايش قد يعني من الصبح
10. 10 الاليت؟ وزين ايش تسوي بالفلوس؟ تودين لاهلك تعيشون بها؟ سبع. يعني هذه حتى الاطفال يشتغلون يحاولون انه يوفرون قوت يوم لاهلهم. الحياه فعلا صعبه هنا، الحياه هنا مزدحمه بكل شيء، بسوق العمل، بالبطاله مزدحمه، بالفقر مزدحمه، يعني بسوء الخدمات مزدحمه. فهذه المدينه يحتاج لها فعلا الى التفاته كبيره، يحتاج لها الى موقف يعني يتحرك به كل صاحب قرار ممكن يغير شيء من واقع هاي المدينة. يحاولون يقدمون الخدمة الأفضل لناسها، هاي الناس اللي ضحت، اللي قدمت شهداء، اللي خسروا أبنائهم في كثير من الظروف على مدى العصور. شلونك عمي؟ شلون الصحة؟ أحوالك؟ الله يسلمك رحمة الله على والديك. والله لو ضاحت تشوف أنت، الأمور تعبانة، رواتب ماكو، والعالم كله تعبان. زين؟ العالم هل قاعد تشكي يعني وصلت لحد الامور يعني تجي هنا انا حاكيه تبيزت الخضره كيلو طماطه زين ده هي ما عاد تقول رجل ما مستلم راتب، العالم ما مستلم راتب، العالم تعاني حاليا من الرواتب. زين احنا نناشد الحكومه ان تساعد العالم على تمشيه الراتب بس. زين هسه انا اذا اشوف يعني ما شاء الله طماطه هواي. نعم انت هذه خلال ايش قد تبيعها ممكن؟ والله يعني ما تصرف، كنت تصرف هواي ذيك الايام، كنت اصرف لي فد 40 60 70 طماطه، هسه ما اقدر اصرف لي فد 20، لان انا قاعد اعاني. اقول لك فلوس ماده ماكو، يعني انت تبات عندك تبات عندي وتظل عندي وما اقدر، قلت اجيب شويه اقلل شويه على مد قوت يومي، وهاي العالم تشتغل على القوت اليومي بس. اشهد بالله هذا اللي احكي لك اياه القضيه. بالنسبه للمواطن هسه، المواطن يعاني معاناه كلها صعبه، صعبه من ناحيه ايش؟ من ناحيه الماده، فلوس ماكو، تجي تاخذ لها نص كيلو، هاي تاخذ لها 100 كيلو، وين؟ تمشي بحالك، تحاكي تقول له احنا نشتغل عماله، يعني واحد يشتغل يوم عماله يوم تقول لك انا التقاعد يتاخر علي، ما اقدر اجاوب. فهاي امور الحياه حياه صعبه. رحمه الله على الوالدين. يعني هنا أنا صعبه الحياه. كلش جدا، زين؟ والله يبارك فيك. هاي المدينه ام الخير ها؟ هاي ام الخير وام الجاهدات وضحت وكل شيء عطت في سبيل هذا الوطن، زين؟ كل شيء ضحت ان شاء الله عندي. ترجع ان شاء الله ترجع بناسها الطيبين باهلها بالقلوب الطيبه اللي شايلينها. ان شاء الله بجهود الطيبين والخيرين ان شاء الله ترجع ان شاء الله. ان شاء الله فعلا يعني هاي مدينه الصدر، يعني مدينه الصدر هذه معروفه بناسها بقلوبهم الطيبه، بالنسوان الكبار امهاتنا بجاه الحسين يطول عماركم ويكثر مثلكم ويروح. هاي اسال السؤال، انت من اهل قبل اي بعد عمري، هاي القلوب الطيبه مين جايبيها؟ جايبينها جايبينها من رب العالمين، وقلوبنا طيبة احنا قبل، ونام فرد خطا ونقعد سوا، زلمة مرة ما تقول ها زلمة مرة، نفس الشيء. هسه شلون تبدل الزمن؟ قل لي شنو تبدل عجب؟ بنادم تبدل، مو والله مو ربنا انه بس بنادم تبدل. اي والله والله. شلون تشوفين الحياة الأمور؟ شلون ماشية؟ مثل قبيل؟ لا 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 يا يمه، يا بعد عمر الظروف كلش دكت الظروف، وحق ربك الخلقة كلش ولا أبد. شاشن حصة ماكو رحمة الوالدي وبلا جارات. صار ايش قد ما ماخذين حصة حجية ها؟ والله زمان من أتمن ولا دهن، بس تجينا الطحينة وجينا أذكرهم وشكرا. كل شيء ماكو، يطول عمرك ان شاء الله. الرواتب احنا بيش نعيش؟ مو هذا نريد اشتري لي طماطيات. الرواتب ايش بدل اجي ماكو شهر. انت عندك راتب؟ راتب ابني. ابني. وماكو خطي وعنده عائله. اي صح. والله ودعتك عائله، ونريد نشتري لنا دهنات، نشتري لنا طماطيات، نشتري لنا سمكه، بيش نشتري؟ صح. اريد الدواء هسه خلي ولي، اريد الدواء ماكو. دواء اريد نشتري غير بالفليسات نشتري. دواء ماكو، فلوس ماكو، ماده نشتري بيها. ايش بد العجم؟ حكومتنا هي تسوت بينا رحمه الوالدك. ايش بد العجم؟ ايش سوينا؟ قلنا نسافر نولي هم والله نسافر. وين تروحين حجيه؟ تقول العراق. انت مزروعه هنا جذورك هنا. انا زارعه من طول عمرك. هم لنا واحد مجاهد هم يقول خطيه هذول ماكو، ايش عجب ماكو لهم رواتب؟ ايش بد العجار؟ عندهم عوايل واجار يا ابني. ام تشوف الدنيا هتريد طببه، تريد عيشه، تريد رحمة الوالدين. نتمنى لكم الخير حجية، ربي يحفظك. ربي يحفظك. يحفظكم والحسين يعينكم يا ولاد. ربي يحفظك. بس عينكم علينا قلوا ان شاء الله، احنا ذا نقولهم والله، وانتم ذا تقولون. هسه يلقف ويمشي. يلقف وخلاه. يعني هذه حتى روح النكتة، يعني الناس الطيبة، اسلوب
اسلوب التعامل الطيب اللي دائما يعني اذا لاحظ حتى مجموعه كبيره من الاطفال هنا ايش تسوي؟ شعر عن الوطن. شعر عن الوطن؟ يلا نسمع. الله هو اكبر يا وطن انكسر ضلوعك، الله هو اكبر يا وطن انزل دموعك، دم الشهيد بهذي وكيل مصبوغه جيعانه ما ظلت امهم بهذي وكيل فرحانه، العيد العيد من الصبح تتعلق الدفانه، ساعه وتمشي تلم بالقاع جرحانه، يا وصفه ضع الوطن تلم احزانه، يا وصفه ضع وطن تلم احزانه. يعني حتى الاطفال هنا يعني مليانين مشاعر حلوه، وتحس يعني تحس شيء بروح ثقافه موجوده. ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك انت؟ صف سادس. صف سادس؟ 11 سنه. سباعيه، شو اسمك؟ شمس. شموس الورد. يعني هذه الروح الطيبه، يعني حتى الاطفال دا نلاحظ انه الثقافه موجوده، الشعر، الادب، يعني ناس ينحطون على الجرح يطيب مثل ما يقولون. وصلنا الى نهايه حلقتنا هذا اليوم من مدينه الصدر. واكو حجية التي تحكي انا فراح اضطر قبل الختام اروح لها. اي لا هذه الحجية لازم نروح لها. ياهو ياهو ياهو. ها عيني؟ محل السوق. اي. تعبنا والله تعبنا من العيشة. ما عندي مكان. مكان ما عندي. زين هذا شنو مكانك؟ هذا ما يمشي بيه. شوية ما شوف من العالم. والعالم صار هو سايم وصاقه قداره. يعني التعبان اللي يموت ما يلحق يروح المستشفى. شارع مسدود. شارع مسدود. شوفوا النخل. انقطع رزقنا والله انقطع رزقنا. وعندنا ايتام. والله كريم يا يما. الله كريم. الله كريم. الله يفتحها على الجميع ان شاء الله. الله كريم. اذا يعني هذه هي معاناة الناس في مدينة الصدر وتحديدا في سوق الداخل. إذا بعد أن تجولنا في سوق الداخل في مدينة الصدر واطلعنا على بعض التفاصيل من قبل المواطنين الذين تحدثوا عن ملاحظات عديدة، هذه الملاحظات ربما سنقوم بأخذها إلى المسؤول بصورة مباشرة في دائرة بلدية مدينة الصدر الأولى لنطلع على ردود الجهات الرسمية في هذا الموضوع. أغلب الملاحظات كانت تتحدث عن التجاوزات على الأرصفة، موضوع النظافة وما إلى ذلك، لذلك سنتحدث إلى مدير بلدية مدينة الصدر الآن وذلك ليطلعنا عن سير عمليات هذه الدائرة، بالإضافة إلى ردود على بعض الملاحظات التي تحدث عنها المواطن. السلام عليكم. شلون صحة أستاذ عادل؟ أخبارك؟ الأمور تمام؟ ربي يحفظك. أول شيء إحنا نريد نعرف المشاهد بحضرتك. عرفنا على حضرتك. المهندس عادل كاظم مهدي الساعدي مدير عام بلدية الصدر الأولى. تشرفنا. أستاذ عادل ملاحظات كثيرة في مدينة الصدر، دائما المواطن يشكو ربما من قلة الخدمات، من سوء الخدمات، فاليوم أنتم كبلدية يعني هي هذه مسؤوليتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجميع يعلم ان قاطع بلديه صدر الاولى هو كموقع مساحه صغيره جدا، ولكن ككثافه سكانيه كبيره تقادر اكثر من 3 ملايين نسمه في مدينه الصدر. هذه الكثافه السكانيه كمقدار عدد سكان بعدد سكان اقليم كردستان تقريبا مقدار 3 محافظات، هذه جميعا تحتاج الى خدمات كبيره، الى تخصيصات ماليه كبيره. مدينه صدر تعاني منذ النظام السابق الى يومنا هذا، ولكن بعد قبل تقريبا اكثر من 4 سنوات هنالك كان هناك اعمار كبير في مدينه الصدر، هناك نوع من التطور اللي حدث في مدينه الصدر من ناحيه الخدمات، ولكن مدينه الصدر مدينه مثل ما ذكرت لك تحتاج خدمات كثيره، مدينه الصدر تحتاج اكساء بعض الشوارع الموجوده، تبديل شبكات المجاري، تبديل شبكات الماء في بعض قطاعات مدينه الصدر، انشاء متنزهات كبيره في مدينه الصدر، ولكن نعاني من قله الاراضي المساحات الفارغه في مدينه الصدر، نحتاج مدينه الصدر ايضا الى بناء مستشفيات ومدارس وما شابه ذلك، كل وزاره تحتاج عمل في مدينة الصدر. نحن كمقترح من دائرة بلدية الصدر الأولى أن يكون هناك مجلس إعمار لمدينة الصدر متكون من جميع وزارات الحكومة العراقية. بعد زيارة دولة رئيس وزراء إلى بلدية الصدر الأولى لمدينة الصدر في شهر السابع، أوعز بتعزيز بعض التخصيصات المالية برفقة السيد النائب الأول رئيس مجلس النواب الأستاذ حسن الكعبي، كان له دور كبير ودور بارز في دعم أمانة بغداد، دعم
مدينه الصدر واداره بلديه الصدر الاولى بالتنسيق مع دوله رئيس الوزراء بدعم امانه بغداد مبالغ ماليه لخدمه مدينه الصدر. الجميع يعلم مدينه الصدر تكون من دائرتين بلديه، بلديه الصدر الاولى وبلديه الصدر الثانيه. تم دعم دوائر بلديه بمبالغ ماليه، والان العمل مستمر في هذه المبالغ التي وصلت للدار البلديه في ضمن قاطع دار بلديه الصدر الاولى. سوف يتم انشاء خط مجاري في منطقه الاورفلي، شارع الاورفلي، واكساء اكثر من 11 شارع ضمن قاطع دار بلديه الصدر الاولى. هذا عمل يحسب للامانه بغداد ودار بلديه الصدر الاولى، كذلك للحكومه العراقيه، الدعم الموجود من قبل الحكومه التشريعيه، المجلس النواب التشريعي والحكومه التنفيذيه من قبل دوله رئيس الوزراء، من قبل السيد النائب الاول رئيس مجلس النواب الاستاذ حسن الكعبي. زين، اليوم احنا كنا في سوق الداخل. نعم. يعني اكو معاناه لاحظناها المواطنين، يتحدثون انه هذا السوق مغلق، وبدت البسطات تمتد الى وسط الشارع وانغلق السوق بصوره كامله. اهل المحلات يشكون انه المحلات يعني خلص صار قدامها عدد كبير من البسطات، بالاضافه الى يعني موضوع النظافه داخل السوق، ويعني العنايه بترتيب مدخل السوق ومخرجه. الشارع مغلق بصورة نهائية بصبات، فهل عندكم إجراء؟ يعني الناس شكت من هذا الموضوع. نعم، بخصوص غلق الشارع، الجميع يعلم غلق الشارع صار لأكثر من 10 سنوات مغلق الشارع، وجود الصبات في الكونكريتير موجودة، لدينا أكثر من شارع مغلق ومقطوع بسبب الباعة المتجولين، من ضمنها شارع شوادر وجه سوق مريدي، شارع الداخل سوق عريبة، وكذلك لدينا بعض الأسواق المغلقة بالصبات، والجميع يعني من جميع شوارع مدينة الصدر متجاوز عليها بدون استثناء. هناك مشكلة تجاوز حدث بعد سقوط النظام البائد بعد 2004 تقريبا، وكحملات دائرة البلدية مستمرة في ربع التجاوزات حسب التوجيهات الرسمية من قبل دولة رئيس الوزراء والحكومة العراقية، ولكن يوجد هنالك كحالة إنسانية من قبل دائرة البلدية بعد رفع بعض التجاوزات منها. المعاملات اللي تنجز داخل الدائرة عندكم، إجازات البناء غيرها، شلون تتم الأمور؟ يعني أيضا هنالك شكاوي عن بطء أو تأخر في الموضوع. احنا صراحة نعمل بكل شفافية جدا واضحة، جميع كادر الدائرة البلدية معروف. أنا صراحة في حالة إنجاز أي معاملة، المواطن يذهب إلى الطابو يفتح بيان، يأتي إلى الدائرة البلدية، تكون هناك إجراءات من قبل قسم الرخص والإجازات، من قبل المهندسين، موجود كادر من المهندسين الكفؤين النزيهين. في حالة وجود أي غرامات مثلا مخالفات بنائية، في حالة وجود نسق قطعة أو تجاوز أو ما شابه ذلك على الدور السكنية، سوف يكون هناك مبالغ رسمية لهذه الغرامات، سوف يتم تخفيضها من قبل صلاحية المدير العام. وأنا صراحة من باب الشفافية مع المواطنين والتقاب بالمواطنين تعاون يوميا، تقريبا 7 الساعة 12 الظهر موجود علي في الاستعلامات مع التقاء بالمواطنين يوميا بصورة يومية في مدينة الصدر، عندنا في مدينة الصدر وبمدينة الشعب، دائرة بلدية الشعب وباقي الدوائر الأخرى التي عملت بها. يوجد هنالك تنسيق بينه وبين المواطنين كذلك بالاستعلامات، وموجود يوميا تقريبا. الأسواق الشعبية، نعم، حملات تنظيف عندكم بشكل دوري، لو خلص معتمدين على السيارات اللي موجودة عندكم والخدمات الحالية، لأن بصراحة يحتاج لها يعني بعض العناية أكثر، رفع النفايات يمكن يوم بيوم. يعني شفنا سوق الداخل كان بصراحة، احنا ما نذب اللوم على البلدية بقد ما أيضا هي يعني تشاركية للمواطن أيضا، فعملكم بهذا المجال. نعم، صراحة يوجد تنسيق بينه وبين المواطنين في داخل الأسواق الموجودة، يتم رفع النفايات من قبل دائرة البلدية، جميع الأسواق الموجودة لا تتبقى فيها النفايات مدة 24 ساعة، لا توجد مثل هذه الحالة. عملنا مستمر في رفع النفايات خاصة الأسواق يعتبر قنبلة موقوتة من ناحية حساب سمح الله في حرق النفايات، في عادة جمع النفايات في حلقة سوف يؤدي إلى حرق سوق كامل، هذا شيء خطير جدا بالنسبة لنا. احنا كصراحة كدائرة بلدية لدينا تركيز كبير على الأسواق في رفع النفايات بصورة دورية، لدينا 4 وجبات عمل، وجبة صباحية ووجبة مسائية وليلية وفجرية، أيضا نعمل لمدة 24 ساعة كدلية بالة بلدية الصدر الأولى، التصريح خاص من قبل الدائرة البلدية لقناة التغيير، دائرة بلدية الصدر الأولى تعمل 24 ساعة لرفع النفايات في مدينة الصدر، وجبة صباحية مسائية وليلية وفجرية أيضا. المواطن شو يريد نوجهه بهاي؟ المواطن الجميع يعلم أن النفايات التي يفرزها هو المواطن، التجاوز التي يقوم بها هو المواطن، التجاوز على شبكات المجاري يقوم بها هو المواطن، التجاوز على شبكات الماء يقوم بها هو المواطن، تجاوزات على الحدائق يقوم بها المواطن، فنطالب من المواطن أن يمد يد العون للدائرة البلدية، مساعد الدائرة البلدية. كذا كانت الأيام السابقة حملة كبيرة، وعي كبير من قبل أبناء مدينة الصدر لتطوير بعض القطاعات، بعض الأزقة الداخلية اللي يدخل إلى بعض الأزقة في قطاع 4 وقطاع 39 وقطاع 40 وباقي الأزقة الأخرى في مدينة الصدر وقطاع 8. هنالك طفرة نوعية في الخدمات من قبل الدائرة البلدية بالتنسيق مع المواطنين من ناحية تزيين باقي الأزقة اللي موجودة، تدخل هذه الأزقة كأنما في بعض الأزقة الأوروبية وأزقة التركية، فهذا شيء جميل في مدينة الصدر. لاحظ هذا الشيء، يوجد وعي
بيئي ووعي بلدي من قبل المواطنين، ونحن نطمح للأكثر من قبل جميع أبناء مدينة صدر الأبطال. شكرا لك سعادة. حياك الله أخوي العزيز، بارك الله بكم. حياك الله. إذن يعني كانت هذه هي حلقتنا من مدينة الصدر. نتمنى أن نكون نقلنا الصورة، شكوى المواطن وملاحظات المواطن، وبالإضافة إلى ذلك يعني فكرة المسؤول ورد المسؤول على موضوع الخدمات البلدية. لذلك نشكر لكم طيب المتابعة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل هذه الصورة. انتظرونا في حلقة قادمة من بلا عنوان وعنوان جديد. شكرا لكم.